أولادنا لازم ينشغلوا بموهبة. الفيلم ده يا جماعة واخد ريت حلو. تاج. واحدة ونص ليلة. احنا عايزين عيال الصيع دول عايزين نروح واحدة ونص ليلة. عيالك يا فندم. اه واحدة ونص ليلة. احنا عايزين نحضر ليه الحفلة؟ سيما سبعة. سيما سبعة. نحجز؟ إن ميعاد هذه الحفلة بين ليلة السبت وفجر يوم الأحد. أيوة بقى. أيوة. نقعد تاني في نفس المكان؟ قعدتكم تاني في نفس المكان؟ ولا الأربعة اللي لوحديهم قدام دول؟ لا لا احنا بص حلوة يعني. اللي قدام الشاشة على طول دي حلوة. عشان ميبقاش حد قاعد جنبي ما كنتش عارف أقعد المرة اللي فاتت. وكان في حد جنبي؟ أيوة حد قاعد جنبي وعمال يسند على دراعي كل شوية. اه في حد جنبي بص احنا بناخد ده عشان يبقى جنب الباب على طول. خلاص ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي. ولا لا خلينا في الجنب عشان الناس تقعد تعدي من ما خلاص احجز وخلاص. ده حاجة تفقع يا أخي والله العظيم. هات هات يا محمد كده. بصوا مكتوب ايه؟ مكتوب ان هو والتوأم الشاشة. بتاعه بيمتلكوا قدرات خارقة. يبقى فيلم حلو ده. يبقى فيلم حلو. ادنة الحجز اونلاين. موافق موافق. احنا بنحجز كده اونلاين بالطريقة دي. بصوا يا جماعة اهي والتذاكر هي اسعارها فين اسعارها. احنا هندفع الرقم ده زي ما دفعنا المرة اللي فاتت. بس هناك بقى بتروح تتنفخ في الفشار ما تعملي لنا كيس فشار انت هنا. والله بفكر ناخده معانا في الشنطة. عارفين علبة الفشار يا جماعة ب 100 جنيه. بصوا بقى دلوقتي جودي وكارما جابوا بقى الحلويات بتاعت السينما. ده المفروض ده دور فشار انا هعمله. واه انت اشتريتيهم من غير كوكي؟ طب يلا وروني. اول حاجه يا جماعه هي اهم حاجه الفشار. ماشي وروني بقى بقيه الحلويات. والبيبسي دي البابا الاربعه. هتتمسكوا في السينما وانتوا داخلين. بيقولوا هتتمسكوا. اوه شيبسي ده شيلي اللي هو الشيلي العادي ده. طبعا اكيد بابا هو اللي جاب الكندر. ده الشيلي الكبيره. بابا بيحب حاجات العيال. وايه ده؟ وبصوا ده الجي جماعه جيلي مكرمشات ولا لهم عصير. الله الحاجات دي لو كنت الله لبان سماره. وده يا جماعه ليا برضه حاجات عيال برضه. بصوا لو شميتوا ريحته شميتوا ده يا مامي. ودي البانتي ليكي. الله ده انا هخس خساسان. وده السناكرز اللي هي شكرا شكرا. لا واللبان السماره وهاكل من القراقيش دي برضه وهاكل من الجيلي. هات السكر ده يا محمد عشان اوريهم ان انا بدات دايت. والنبي ايه قول لهم وزنك كام. قول لهم قول بقيت 78 كيلو يا جماعه. بوينت 1 انا مواليد 78. انا بقيت 78 كيلو. انا كنت 75 بقيت 78. وانا كنت جايب ده عشان يشبعني الصبح. اكتشفت ان انا باكله وبفطر برضه. بص يا محمد بعد مشوار السينما ده نبدا على طول دايت. هو دلوقتي طلب كنتاكي ان شاء الله من يوم الجمعه الجاي هبدا رياضه. كارما عملت فينا حته موقف. مشيت لوحدها لغايه اول الشارع وبصت كده ما لقيتش باباها. بس عايز اقول لك بقى انا انبسطت من حاجه بقى. لون وشها اتخطف. كانت مخضوضه. انا انبسطت قوي من كده. عارف ليه؟ انبسطت ان هي لون وشها اتخطف. جننوا عيالهم عليهم دي يعني حسيت انها خافت. المهم ان بعد الخوف ده يا كارما ما تسيبيش بابا وتمشي. لا لا هنفضل بقى ايه نساعدها بقى. لازقه فيا بقى لازقه ماشيه زي ذلي كده. اما انا بقى انزلي يا روحي جيبي لنا الحاجه. ايه ليه الحب ده يا بنتي؟ انت هتتخطفي وانت عجله كده. طبعا ايوه طبعا. لكن الصغيرين دول بيتخطفوا. بصوا الساعه كام؟ الساعه 1:15 بالليل. المفروض الفيلم هيبدا الساعه 1:30. وصلنا الساعه دلوقتي 2:30 واحنا وصلنا متاخر. خلاص لقيت انها حلوه. المرة فاتت نزلنا تحت مع انك كان ممكن تبقى فوق. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بتجري كده ليه؟ بس المكان قفل. كل حاجة قفلت. دي السينما. انا كل مرة باجي هنا بيعملوا فيها حركات حلوة كده. محمد هو الدور الكام؟ طب ما احنا كده في الدور التالت. ايوه حضرتك الفيلم بدأ. ابننا لازم ينشغلوا بموهبه او اهتمامات خاصه. طب انا ابني مثلا ولا عنده موهبه ولا اهتمامات خاصه.
دلوقتي 4 الفجر، مفيش اي فتحه اي فتحه اي حاجه فتحه اي فتحه انا بخرب. عايزين نجرب ده على فكره، دي بنت ده. لا ده بينضفوا يا كوكي. صار ب 100 جنيه. بصوا يا جماعه كل حاجه قفلت. واو. الساعه دلوقتي 4 الفجر، النهار هيطلع. بس تجربة حلوة. ايه ده البتاع ده هيشتغل ولا لا؟ كوكي قلقت، تحس انه كان نايم. يا هاتي ايدك يا كوكي. المهم يا جماعة، احنا بعد ما حجزنا سينما معاكو اكتشفنا ان بكرة اللي هو خامس يوم العيد عندنا فرح. فرح ده يبقى بين صديق محمد. هو بصراحة كان قايل لنا ايه قبل العيد، ربنا يهنيها يا رب ويتمم لها كده بألف خير ويرزقها الذرية الصالحة رب. فانا نسيت ان انا احضر حاجة احضر بيها. اكيد مش هلبس فستان، يعني هلبس حاجة مثلا ايه طقم، مثلا بلوزة وبنطلون او كده. فمش عارفة هلبس ايه، ما عنديش اي حاجة مجهزاها. والعيال عارفين ان ايه ان احنا كان عندنا ان في فرح، وانا لو جيت قلت لهم ايه مش هتروحوا عشان انا ما عنديش حاجه البسها مش هيعدوها على خير. فدلوقتي انا عارفه ان ايه يعني اللي سوى كيكي ما بشوفش عنده حاجات مناسبه يعني لينا يعني للكبار، حتى ديفاكتو برضو ما فيهوش، فما فيش غير اتش اند ام. انا كنت شايفه كان في حاجات وري، كنت يعني كنت شفتها قريب، كان عنده حاجات سواري حلوه كده وبتاعه وبكم، واي نعم هي دريسات قصيره بس احنا بنحط عليها بنطلونات عادي يعني. انا ما لقيتش غير ده اللي هو الاسود ده، ما لقيتش بقى اي حاجه تاني، ما لقيتش كل التانيين. ده الاولاني بس. بصوا بصوا في نتشه هنا، شايفين في نتشه. حاسه ان هو متخني مش عاجبني الحته دي. مكتوب علينا هو ب 2000 جنيه 2000. خليني اشوف ده، هنشوف ده، شوف التاني. بصوا لو مفتوح شكله احلى وهو مفتوح. احنا يا جماعه رجعنا وانا ما عرفتش اجيب حاجه البسها. الحمد لله الحمد لله. قول لهم الحقيقه، عايزه اقول لكم عشان ماما تخنت قوي قوي قوي. ماما اصلا تخينه مش تخنت. وجده قال لها انت لازم تخسي. ايوه علشان انا كنت بشتكي من ركبتي، كنت بشتكي من ركبي وضهري وكده، فهو حبيبي قال لي لازم وزنك ينزل علشان ده تقل على ظهري وركبتي. اللي هو بابا محمد على فكره بيحبني جدا، يعني بيحبني قوي قوي، وانا كمان بحبه بموت فيه. وانا وعدته ان انا ان شاء الله يعني ايه ههتم واحاول انزل وزني. بصوا يا جماعه احنا النهارده بقى يوم الفرح، تمام. بصوا انا عامله كده عشان اللمبه ما تبانش، تمام. فصحيت من النوم لقيت هنا هيطلع لي حبايه بتوجعني جدا من هنا كده، تمام. وجودي كمان عندها برضو بس بتقولي من تحت بقى، انا حاسه طبعا بالايه بالحبايه. فالمهم الصيدليه اتصلت بالصيدليه جابوا لي دي، قالت لي دي ايه قطره فيها مضاد حيوي. وجودي قالت لي بنتك طالما مش حاسه ان في حبايه فراحت بعت لها دي معقمه. احنا المفروض جايبين مخدات جديده، فايه فمعرفش ممكن المخدات الجديده هي اللي عملت فينا في عينينا كده، تمام. فانا ايه هحط دي اللي هي دي داخلها مضاد حيوي، وبعد كده هحط الجودي. انا بنروح الفرح في الاخر وانا عامشه. طبعا انا لسه ما جبتش حاجه البسها، المفروض ان احنا نروح الفرح بعد شويه صغيرين. بنطلون بيجي تقولي البسي يا ماما زي ما انتي بتجيبش عيال متنمرين. فطبعا هنزل طبعا فين؟ هنزل طبعا شارع حبيبي ال 20 جنيه الجديده، هنزل شارع العريش اشوف فيه. جودي بتوريكوا ال 20 جنيه الجديده. اه على فكره هحط بقى القطره. الساعة 7 الا 7 دقايق شوفي ده الفرح المفروض هيبتدي. انا مش عايزه اشتري فستان جودي اهو. الفرح هيشتري الفرح هيبتدي الساعة 7،
فهنزل دلوقتي هحاول اشوف حاجة، هحاول الاقي حاجة البسها واحضر بيها الفرح النهاردة. احنا دلوقتي في شارع العريش والفرح بعد 7 دقايق. بعد 7 دقايق كاتب كتاب من 7 لـ 8 ان شاء الله، والفرح بعد كده. فاحنا نحضر الفرح بقى. بص كده المحل ده اهو، ممكن يكون في حاجات سواريه، بس دي فساتين. مش فساتين، هاتيلك بلوزة، ما هو باين من تحت اهو في حاجات ملمعة. اه يا جماعة شارع العريش، بس دي فساتين، انا مش عايزة فساتين، عايزة بلوزة، بلوزة سواريه. ما هذا؟ ما هذا؟ بس يا جماعة بستهجن. فرح بدأ بقاله 3 ساعات يا جماعة، 3 ساعات. يعني احنا هنروح ايه؟ نروح الحق وهم ماشيين. بص يا جماعة، بص يا جماعة الفستان ده جبته من المحل اللي احنا دخلناه، انا طبعا قسته معاكم. بصوا انا جبت البندانة دي اهي، هي السوري، وايه اللي بتبقى اللي بتلمع دي فوقيها. طبعا انا عارفه ان انا وزني زايد، وانا عارفه والله ارجعي ورا كده وريهم الحاجات الحلوه دي، وريهم الكرانيش دي. بس ايه يعني في دايت جاي في الطريق. ايوه ان شاء الله في دايت جاي. بصي بقى يا جماعه الثاني ده شوكه قرفش، شوكه قرفش من كده. ما شوفوا الحاجات دي. بص ده الفستان ده انا فكينا الكارما منه البتاع ده علشان ايه يعني يبقى هادي كده شويه. وجودي بقى ده بقى ايه الطعم بتاعي لما انا كنت يعني شابه صغيره اهو. بصوا ان هو حمالات، انا ما كنتش بلبسه حمالات برده. فجودي كان مع نفس الجروب. اه جاي ده برونوس سواريه، اتحط كده سواريه، كنت برده بلبسه برده، ده برده بتاعي. جاهزين تلحقوا الفرح؟ يعني هنحاول. يلا بينا، يلا بينا نبدا. ايه ده Thank you.
كارما عايزه تنام. امي يا جماعه انا وزني وصل 78. اصلا كنت ايه يعني كنا راجعين من الغردقه وزني 75، هو ما كملتش يعني زدت حوالي اكتر من 3 كيلو في اسبوع. المهم انا كنت قايله لمحمد ان ايه ان هو يعني ما ياكلش قدامي بالليل من امبارح، احنا متفقين على كده. وقلت له ايه ان انا هحاول ان انا يعني لو قدرت ان انا احجم معدتي بالليل ان انا ايه ابتدي احجم معدتي الصبح وبعد كده اعمل صيام متقطع. فبس كانت النتيجه في الاخر دلوقتي الساعه 12 ونص بالليل تقريبا، والتليفون بس ورايح بينا على ماكدونالدز. فكلهم هياكلوا طبعا، انا مش هاكل. انا قلت له يجيب لي ميلك شيك، انا عارفه ان الميلك شيك كله سكر يعني واحده واحده. يعني انا كان في العادي هذا الساندويتش هو وميلك شيك، فدلوقتي انا هشرب ميلك شيك بس. وهبقى اوريكم، ممكن اوريكم ميزاني لما اروح نختم بيها الفيديو ده. وبعدين الفيديو اللي جاي اوريكم ان انا هل انا نزلت ولا لا، ولو انا طلعت في الميزان يبقى انا ايه انا اوفى اوفى بقى خلاص. يعني انا ما عنديش اي جميعا احنا ضيق المكان قوي، فاحنا بنحب نضيق هنطلق ده هنا كده وبعدين مش بس كده طبعا جايبها من عندكم. لا يا جودي الساندويتش هيقع. انا بقى من فكره ثانيه بقى جايبها من العتبه على فكره. ورينا طب الساندويتش بتاعك مين بقى. بص يا سيدي يا سيدي يلا بس ناكل بقى يا كوكي، ناكل بقى يا كوكي. وناكل زي البني ادمين. ها ايوه ناكل زي البني ادمين. روحنا البيت واليوم خلص. ومش هقول انا ما اتعشتش، انا شربت بتاع الميلك شيك ده بس. ايه هوريكم وزني قد ايه علشان نتابع مع بعض اليومين الجايين. اوكي تيكي فلافي. 78.8 اهو كده ثبت.